فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما أفضل الشروحات المطبوعة التي تنصحون بها طلاب العلم لكتاب عمدة الفقه؟ أقرب شرح لها وأقدم شرح لها هو العدة، شرح العمدة، هذا أقدم شرح لها، لأن مؤلفه من تلاميذ الموفق، مؤلفها من تلاميذ الموفق، هذا هو أقدم شرح لها وأوسع شرح لها. شرحت في العهد الأخير من شراح في المساجد، ولا أدري عنها، ما طلعت عليها، لكن ما هي مثل الشروح القديمة. الشروح القديمة ما في شك أنها أوثق وأثبت. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.